سوف نتعرف على طريقة كيفية إعادة تفعيل حساب أنست المحذوف نهائي بأبسط الطرق. نقوم بالضغط هنا على تطبيق جوجل، بعدها سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق أنست، سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إعادة حسابك. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التسجيل وبدء الاستخدام، ثم سوف نقوم بالضغط هنا، سوف نقوم بالبحث على استخدام استعادة المحتوى الذي حذفته، سوف يظهر على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا للحل لا يعمل، هنا سوف نقوم بكتابة الاختيار الذي تريده، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا للإرسال. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.